احنا معانا سعاده السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهره على الهاتف. مساء الخير سعاده السفير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني كلمنا عن هذه الزياره، عن مدى اهميتها ودلالتها، وعن الملفات المتوقع مناقشتها في القمه يعني المرتقبه غدا. الزياره من حيث التوقيت هي زياره مهمه جدا، بخاصة أننا في فلسطين نمر في ظروف حرجة جدا، عملية سياسية تواجه انسداد كامل، أوضاع ميدانية صعبة، تصعيد إسرائيلي عسكري غير مسبوق، تهويد لمدينة القدس، سرقة منازل المواطنين الفلسطينيين، إطلاق يد المستوطنين الإسرائيليين وعصاباتهم المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، اقتحامات يومية متكررة للمسجد الأقصى المبارك، محاولات إسرائيلية لتقسيم هذا المسجد زمنيا ومكانيا. هناك ملفات ساخنة وحيوية ومهمة جدا سوف تكون مطروحة على طاولة البحث بين فخامة الرئيس أبو مازن وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأننا نحن نعتبر مصر شريك كامل معنا في فلسطين، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعلو جهدا إلا ويعني يتحدث عن ويتناول القضية الفلسطينية في كافة المحافل وكافة المنصات وكافة اللقاءات. وهنا أنا أغتنم هذه الفرصة ومن خلالكم باسم السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني نتوجه بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الثابتة والواضحة والراسخة لدعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعات الدولية والقوانين الدولية والقرارات الدولية ووفق رؤية حل الدولتين. مصر تتمسك برؤية حل الدولتين باعتباره القاعدة الذهبية لإنهاء هذا الصراع وإنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته الطبيعية والسياسية والإنسانية. لذلك نحن في فلسطين ممتنون جدا لمصر الشقيق الكبرى ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما نأمل ونطمح بالمزيد من الدعم من مصر ومن القيادة المصرية ومن السيد الرئيس للتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني الفلسطيني. ونحن كما قلت في ظروف حرجة أحوج ما نكون فيها إلى دعم مصر الشقيقة الكبرى حتى نتمكن من الخروج من هذا المأزق، ليس في فلسطين فقط وإنما في المنطقة، لأن مصر تلعب دور محوري ليس في القضية الفلسطينية فقط وليس في الشأن الفلسطيني فقط والشأن العربي وإنما في الشأن الإقليمي والشأن الدولي. بالتأكيد. وإحنا بننقل تحياتنا لحضرتك سعادة السفير ولفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وللشعب الفلسطيني الشقيق الباسل، وهتفضل دايما مصر وفلسطين يعني شقيقتين، وهيفضل الشعب المصري شقيق للشعب الفلسطيني مع خالص تمانينا وتحياتنا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا.